إذا ما حان حين الغرغرام على يحضر حبيب الله طه في الوجوه المسبرام ثم المرتضى وفاطمة والحسن والحسين والإمام على لا زالت الأرواح والأشباح بمستبشرام على ويلقن التوحيد من لقنه منا بشرام على وهو سيرتنا بجاه لا نسوف المجهرا على إذا ترحلنا وشرفنا الهدود المقبرة على فالخبر بروضة من الجنة مد المبصرة على كل يرى مقعدا وفي الفردوس يعطى منظرا على تستغفر الله العظيم الواجب أن نستغفره على أهل الكرام والجود والتقوى وأهل المغفرة ألا وختمها بالمسك ذي من شمع عرفه وطرام على النور واسل الكون والفرع الذي قد طحرام على يا من غفرانه أرجى من أعمالنا ألا يا من رحمته أوسع من ذنوبنا يا الله بحبنا النبي تقبل ما طلبنا يا الله